السلام عليكم. يعطيكم العافية جميعا على الحضور. أول شيء حاب أشكركم جميعا على الحضور، حاب أشكر ضيوفنا من برا الكويت، الأسامي المرموقة الكبيرة الصراحة اللي راح تثري وتنور المؤتمر هذا. المؤتمر إن شاء الله راح يتكلم عن كرة القدم طبعا بكل مجالاتها بكل نواحيها. إن شاء الله راح نتكلم في أكثر من جانب يهم الشارع الرياضي، يهم الجمهور الرياضي، يهم حتى الرياضيين نفسهم، من لاعبين من مدربين من إداريين إلى حتى ما نوصل إلى جميع مراحل الرياضة. فإحنا شفنا أن من واجبنا أن إحنا نقيم مؤتمر نفس هذا، وممكن نساهم ولو في جزء بسيط من تطوير إن شاء الله الرياضة في الكويت الخليج أو حتى في الوطن العربي بشكل عام إن شاء الله. فإن شاء الله ما راح أطول إن شاء الله عليكم بالمقدمة وايد. بداية راح نبدأ إن شاء الله في أول محور راح يكون معنا، هو محور مهم جدا، يتكلم عن الاستثمار الرياضي، يتكلم عن يعني الاستثمار الرياضي مجال جديد في الرياضه الكويتيه، في الرياضه اسف العالميه اللي دخل علينا، وقام شركات كبيره تدفع مبالغ كبيره في لتحقيق ارباح وطبعا عوائد كبيره عليها. فالدكتور اشرف صبحي ان شاء الله راح يشرح لنا اكثر عن الاستثمار وعوائد حتى الخصخصه في ان شاء الله الانديه الكويتيه. تفضل دكتور اشرف صبحي، حياك الله. السلام عليكم. اعتقد المايك مش شغال. السلام عليكم. انا بتشرف ان اكون موجود النهارده مشارك في المؤتمر او السيشنز اللي موجود. في الحقيقه احنا بنتكلم النهارده عن حاجه بالنسبه لي على المستوى التخصصي او المستوى الفني شيء مهم جدا، بنربط الجزء المالي والجزء الاقتصادي والجزء الانفستمنت ازول في حاجه بنسميها سبورت بزنس ادمنستريشن او اداره الاعمال للرياضه بصفه عامه. لو كره القدم هي الايقونه او المين فيجن للموضوع ككل، لكن هي في علاقه وثيقه ما بينها وما بين المؤسسات الرياضيه. كره القدم لو هي الفييكل او العجله الكبيره اللي بتصنع المال، فلا بد ان احنا نربط كره القدم بالرياضات الاخرى، لان المنظومه الاساسيه في ثلاث عناصر بنربطهم ببعض لاداره العمل في الرياضه. فلازم كلنا ما ننساش ان الرياضه الاساس بتاعها السيرفيسز، بس السيرفيسز انا لازم لنا كلنا ومشاكل العالم كله في اداره الرياضه هي ازاي ان انا اكفر الاكسبنسز او اغطي التكلفه. فتغطيه التكلفه لوحدها بروح للجزء الاقتصادي، هنا مش منتظر ان انا احقق ارباح، لكن انا لازم اكفر او اغطي الكوست بتاعي لاداره جيده والكواليتي في المانجمنت تو مانج السبورت. رحنا لحته تانيه هي الاستثمار المالي، وده تخطينا الجزء الاقتصادي، فاصبح الخدمه لازم نأديها بشكل كويس وبصفه خاصه على المستوى القومي ومستوى الدول. وبعدين بنشوف ازاي نعمل تغطيه للكوست، وبعد كده بنعمل محافظ استثماريه او بنضخم رؤوس الاموال عشان نعمل انفستمنت او استثمار في كيانات كتيره جدا. اداره الاعمال الرياضيه او السبورت مانجمنت والادمنستريشن، العالم كله اصبح بيتعامل مع الموضوع على ان هو برودكت ومنتج، ازاي هاو تو مانج. عشان كده لما بحثنا لقينا ان العالم كله بيتحرك في أرقام حققت في 377 بليون دولار حجم العمل في الرياضة على مستوى العالم. حجم الرياضة على مستوى العالم خلتنا نروح لبرضو موضوع تاني، إن مداخيل الأمم أو الناشنال إنكمز للدول في الحقيقة بتتصدروا حاجات كتيرة جدا، من ضمنها العقار، من ضمنها الأسهم، من ضمنها استثمارات كتيرة، الصناعة، السياحة على حسب كل دولة. لكن لقينا البنش مارك في أمريكا إن صناعة الرياضة بتحقق مرتين صناعة السيارات وسبع مرات صناعة السينما.
يعني الرؤية الأساسية للدخول في أمريكا هي صناعة السينما وتحقيقها العوائد. الرياضة هي بتحقق 1/10 من الدخل القومي في الحقيقة. علشان كده لما بنشتغل على الموضوع دوت إزاي تنفست في الرياضة ما بنفكرش بشكل تقليدي، ما بنفكرش إن إحنا نشتغل على بعض التعديلات في الرياضة أو some modifications في الرياضة. عشان كده بنقول أنت don't just play the game, change the game، غير طريقة التفكير، ما تشتغلش بنفس الطريقة التقليدية النمطية، لأن عنصر الوقت مش هيكون في صالح إدارة العمل وبصفة خاصة في الرياضة. عشان كده لما بنقول لازم نخطط وبشكل بعيد عن الصورة التقليدية، بنقول لازم يكون في استراتيجي واضحة واستراتيجي بنغير فيها العمل التقليدي. لو افترضنا ان اي استراتيجي عشان نعمل انوفيشنز او عشان نعمل الاستراتيجي هابن ونحققها بنعملها في ثلاث مراحل او هورايزنز اوتبوتس، لو في ديفلوبمنت للرياضه، لو في بعمل فور انستنس 12 مانثز و24 مانثز و36 مانثز، فانا بحقق ده من خلال اداره فعاله، اداره ذكيه، لازم يكون في تدرج طبيعي عشان اوصل لاقصى مرحله او التارجت اللي انا موجود على الزمن. الجديد في ان احنا بنشتغل في الرياضه من المستقبل للخلف، يعني دايما لما بنقول هنفكر بشكل غير تقليدي ما بنفكرش ان احنا الحاضر تو مانج ذا بريزنت دلوقتي ايه المعطيات بتاعتي، لكن انا بفكر على الهدف اللي انا هروح اليه. انا عايز انظم كدوله كاس العالم 28 او اولمبيكس 32 او العكس، انا لازم اروح من هناك وحدد كاونت داون الاهداف بتاعتي كلها في الاستراتيجي اللي اعملها وانزل تو مانج البريزنت. نشتغل بالعكس، نشتغل بالعكس، ده اللي هو بنسميه حاجه في المانجمنت في السبورت بيزنس ان احنا هاو تو انوفيت، ازاي تبتكر، بنسميه ديزاين ذا ثينكينج. احنا بنعمل اعاده تغيير التفكير، اعاده تفكير ديزاين ذا ثينكينج. الاول بتخطط انت عايز تروح فين وبنعمل تغيير. لو انا عايز اروح ل 21 بشتغل من 21 ثم بشتغل من الفيوتشر باك، بنزل من تحت وبعمل فورورد من البريزنت. دي الجزء اللي بنشتغل فيه اللي هو انوفيشن سيستم بشكل جديد، فبنغير طريقه التفكير في اي استراتيجي ما بنشتغلش بالطريقه التقليديه. وعشان كده رحنا لاداره الابتكار في الرياضه في الحقيقه. عايز اقول ان البرودكت دوت مع المقدمه الكبيره اللي كانت موجوده اجمل او اجمالي ايرادات اغنى 20 نادي، وهم طبعا معظمهم في اوروبا، وصلت الارقام في 2015 2016 للتقرير ديلويت الاخير الى 7.4 بليونز. ده حجم الايرادات الخاصه بالانديه لل 20 نادي. في الحقيقه في اربعه منهم في انجلترا، الدوري الانجليزي الفاليو تدرج، في ثلاثه في ايطاليا، في اثنين في اسبانيا، وفي واحد في المانيا. طيب احنا عندنا الفرق ما بين الفاريشن ما بين 2015 14 15 و 2016 ان كان 6.4 ده بليونز، طبعا ده كان في الميزانيه السابقه، الميزانيه الحاليه حصل زياده 7.417. الايرادات لما بنيجي نحللها في اداره العمل وفي الكوره دايما راحت لثلاث العلماء والناس الاخصائيين والاكسبرتيز والخبره، راحوا لثلاث عناصر: ايرادات اليوم المباراه، والماتش داي بيمثل شيء كبير جدا. عشان كده لما بنيجي نفكر في الاستراتيجيات هنحدد ايه المهم وايه في السوات اناليسيز في الدول، في دوله الكويت او في اي دوله خليجيه او دوله عربيه، من العناصر الثلاثه دول ايه الضعيف وايه اللي ممكن ان انا اطوره وايه اللي انا اسيبه في الوقت الحالي لمرحله as a priority او للاولويه. فعندنا ايراد يوم المباراه، عندنا تي في رايتس او النقل التلفزيوني، عندنا الانشطه التجاريه. طبعا يمكن الميزانيه السابقه كانت محدده، ايراد يوم المباراه كان 43 و19% و38. الميزانيه الثانيه هي 34 برضو 43 هي متعادله معاها 18% قلت، بالرغم ان هي قلت لكن الايراد العام هنا 7 بليونز موجوده، و39% الانشطه التجاريه. الانشطه التجاريه طبعا يعني دي اللي بيكون فيها ابداع شويه. التي في رايتس هي يمكن قائمته محدده وبيكون على حسب بعض الدول الخليجيه او العربيه الجزء السياسي بيحكمه في عمليه النقل، لكن على المستوى الاوروبي ما فيش جزء سياسي، هو في الماني توكينج بتاعه. ايرادات اعلى 10 انديه دخل
في الموسم 2014 الميزانيه السابقه. في الحقيقه ريال مدريد، برشلونه، مانشستر يونايتد، وخلينا مركزين على باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي شويه، وهقول في خلال السلايدز ليه هنركز فيهم. لكن ده حجم الدخل، احنا طبعا كله بال 577 ريال مدريد مليون، برشلونه باليورو كله، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، ارسنال، تشيلسي، ليفربول، اليوفنتوس، وده دخل بالمليون يورو. زي ما احنا شايفين ال 577 560 في الرقم دخل العام من الثلاث عناصر وبعض العناصر الاخرى التسويقيه اللي فيها ابتكار. في الحقيقه ده يورينا قد ايه الاداره والمانجمنت لعمليه الرياضه هو مش لا يحتمل الهوايه على الاطلاق، وهنتكلم برضو في السلايدز ليه لا يحتمل الهوايه على الاطلاق. طبعا يمكن ايرادات الانديه الاغلى في العالم على الترتيب بتاعها بالمليون يورو، التصنيف اللي موجود ده العشرة الأوائل اللي هي حاليا، اللي هي 2017 2016 17. مانشستر يونايتد قلبت الآية وحققت الطفرة في إن هي الريكورد نمبر 1. حتى لو مانشستر يونايتد مش مستوى الفني في الترتيب العام فيها في البطولات الأوروبية أو في المجمل الترتيب الفني، لكن هي شغالة بالتوازي بشكل متزن بشكل متوازن. ازاي تنفست في الرياضة، ازاي ان هي تحقق الايرادات، ازاي تحقق شعبية على مستوى العالم عشان تبيع المنتج بتاعها بشكل سمارت مانجمنت او بشكل الادارة الذكية اللي فيها انوفيشنز او فيها الابتكار. طبعا احنا محددين ثلاث عناصر الاساسية، التي في رايتس واليوم المباراة واجمالي الايرادات. زي ما شايفين الايرادات، فبيطلع اجمالي الايراد العام اللي موجود 698 تقريبا باليورو مليونز، وبعده على طول اللي هو الماتش داي، وبعدين النقل التلفزيوني تي في رايتس اللي هو بيحقق الارقام المتتاليه. يعني كل نادي العناصر بتاعته في التحليل في الدخول بالترتيب دوت للعشر انديه. فبالتالي عندنا مانشستر، برشلونه، ريال مدريد، طبعا بالرغم الطفره الفنيه اللي فيها او التنافس مع برشلونه، لكن السنه دي احتلت المركز الثالث، ثم بايرن ميونخ، وتاني هتكلم في مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، ليه الاثنين دول، وليهم ايضا الارسنال وتشيلسي لما نتكلم على الجزء الاقتصادي ودخولنا كدول عربيه في تلك الانديه. ده بنكمل الجزء ترتيب الاغنى الانديه لغايه ال 20 طبعا، والدول اللي موجوده فيها، وده كنا قلنا الترتيب بتاعها. طبعا الماني ليجز الترتيب بتاع الاحصائيه 15 2016 الريفينيو اللي موجود، نيوكاسل دي بقيه ال 20 اللي موجوده بالارقام، فاحنا شايفين 168 مليون طبعا اورو، 163 مليون الترتيب لغايه 142. وطبعا نابولي ان هو نزل بالشكل ده وبرده ليها اسباب. نيجي للكيس مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد ليه حققت الارقام ديت؟ ومانشستر يونايتد التوزيع المالي للي موجود ليها، طبعا الماتش داي محقق 137.5 مليون يورو، التي في رايتس وايرادات نقل تلفزيوني 187.7 مليون يورو، ايرادات الانشطه التجاريه الكوميرشز اللي موجوده، بيع المرشندايزنج، كل الحقوق اللي بتشتغل عليها، وان هي تبيعها ما دون حقوق تلفزيونيه وما دون الايراد اليومي، التيكتنج والانشطه، اللكشري ستاديومز، واستخدام البريمسز ان انا ابيعها، هلاقي ان هي محققه ارقام كبيره جدا هنا في الانشطه التجاريه، 363 مليون في الميزانيه العامه اللي فيها، ويليها طبعا ايرادات النقل التلفزيوني. ايرادات النقل التلفزيوني بيحكمها طبعا الريجوليشنز اللي عاملاها رابطه الانديه المحترف في انجلترا، لكن هي كمان بتشتغل على القناه الخاصه وبتشتغل على بيع اخر لحقق لها هذا الرقم. وفرقت حتى لو الفروق ما بينها وبين برشلونه مش كتير، والفروق ما بين برشلونه وريال مدريد المره دي مش كتير، لكن الرانك خلاص اتحدد وقال مين اللي بيدير المنتج بتاعه بشكل ذكي، ومين اللي بيقدر المنظومه الثلاثيه اللي احنا كمان لما هندير كره القدم وهندير الانديه لازم يبقى محددين احنا كل بوينتس وكل عنصر من العناصر ديت ايه تحليله، ايه نقط الضعف بتاعته، الاجزاء المرتبطه بمجتمعنا ايه، وازاي ان انا اعمل ادابتيشن او تكيف مع المجتمع عشان اطلع بالمنتج بتاعي. لو بصينا هنلاقي تدرج لمانشستر يونايتد من 2012 لغايه 2016، هلاقيه ان هو الماتش دي حقق
مستوى نمو وتدرج زياده 20%، والبرودكاستنج او تي في رايتس حقق 27%، والحقوق التجاريه زادت عملت زياده ليها ال 35%. الحقيقه الافرج اوف ماتش اتندنس، عدد الحضور المتوسط بتاعه 75,000 سيتس متوسط الحضور، يعني هو في مطوشه بيطلع ل 90 في مطوشه اقل، فمتوسط الحضور موجود بالشكل دوت في الحقيقه. طبعا الشكل العام بيحقق لي كمان الترتيب بتاعه الثيرد كان في الفتره ديت بالنسبه للدي اف ام ال او اللي هو ديلويت التقرير بتاعه، والابيرنس 20 بتاعه الدي اف ام توتالز الظهور بتاعه المستوى بتاعه 20، لكن المجمل هو حقق التارجت بتاعه وحقق ان هو الطفره اللي ما كانتش متوقعه لمانشستر يونايتد ان هو يطلع الاول في الترتيب من ضمن الانديه ال 20. لو بصينا لبرشلونه، برشلونه اللي بعده هو عامل هنا متوسط الحضور اكتر 79، هناك كان 75,000، بالرغم متوسط الحضور اكتر لكن هو اشتغل في مانشستر يونايتد على ارقام ثانيه مش بالحضور اللي هو الماتش داي، انما اشتغل على الكوميرشال او الجزء التجاري اللي فيه باع عناصر ليه اكتر شويه. مستوى التقدم بتاعه في الماتش داي زياده 19%، البرودكاستنج 33%، زياده 48% للسنوات السابقه او اللي بعد. ريال مدريد عمل زياده الماتش داي 21%، برودكاستنج 37%، كوميرشال 42%، متوسط الحضور اهم النقاط كان 71%. اذا برشلونه متفوق على مستوى متوسط حضور المباريات عن برشلونه، الناس بقى طبعا اللي فيه تنافس ما بين ريال مدريد وبرشلونه بصفه خاصه، فمتوسط الحضور هنا مختلف. هننقل للجزء الاخر. طيب علشان اشتغل على الموضوع ده في الدول اللي موجوده في دول الخليج او الدول العربيه، ازاي اعمل عمليه مانجمنت او اداره بشكل مختلف؟ ازاي ادير؟ هل ان انا ابيع الانديه؟ هل ان انا اعمل تعاقدات مع شركات؟ هل اعمل ادارات محترفه؟ فالسؤال الاقتصادي اللي موجود هنا ايه اللي يترتب عليه كل موضوع عشان اعمل الانوفيشنز او الشكل الابتكاري اللي احنا اتكلمنا عليه، وعلشان ما يحصلش مشاكل هل اعمل تدرج لي؟ طب القضيه ايه؟ هل خصخصه بالشكل المطلق؟ اقول خصخصه ويلا نبيع وبعدين نبص نلاقي في ناس مؤيده وناس تانية معارضه للموضوع. فبالتالي لو اتكلمنا بالعقل والتعقل وخدنا المستوى الزمني علشان انقل الانديه صفه خاصه للانديه، لان هي كور بوينت ليه الانديه؟ لان الانديه هي اللي بتشكل الاتحاد، اتحاد الجمعيه العموميه اللي فيه هي الانديه. فلو اهتميت بالبيز الانديه، ازاي امانج الانديه بشكل يسمح بالتطوير، هحقق الثلاث عناصر السيرفيس الخدمه، وهحقق الجزء الاقتصادي اغطي الخدمه، وبعدين اروح للجزء الاستثماري. فبالتالي لما بنقول الخصخصه عايزين نركز ونحط نقط على حروف في موضوع الخصخصه. هل الخصخصه خلاص كده سيب الانديه وابيعها وخلاص؟ طب ايه الفرق ما بين الخصخصه والعناصر الثانيه؟ ان انا اعمل اوت سورس، ان انا اعمل تعاقدات، هل اعمل الاثنين مع بعض؟ طب بعض الدول على المستوى الخليجي او المستوى العربي عملت ايه؟ فالخصخصه المقصود بها تحويل الانديه او المدن الرياضيه والملاعب والمنتديات من مؤسسات حكوميه الى شركات. خلاص انا بحول النادي الى شركه كله لما اعمل برايفيتايزيشنز او ان انا اخصخص، فهعمل تحويل بشكل سريع، ان بدل الملكيه ما هي قطاع اهلي ان انا باديره من خلال القطاع الحكومي، هنقله بشكل مباشر ان هو يكون مخصخص يعني مملوك لشركات. ده المفهوم، ما قلناش احنا هنغير ايه. الخصخصه لما اجي بقسمها يا متى باديها بشكل خصخصه كليه، بنقل الموضوع ككل، النادي ببيعه، بيعه خصخصه النادي بالكامل لشخص او اشخاص او شركات، فبعمل بيع لكل المنشا لكل النادي، او خصخصه جزئيه ان انا بعمل اسهم وببيع بعض الاجزاء، او بخلي القطاع الخاص يدخل لشركات على بعض الاجزاء. يبقى انا عندي خصخصه كليه وخصخصه جزئيه. والجزء الثالث او النموذج الثالث اللي يعني بشايفه ان هو مهم ويتماشى مع معظم الدول العربيه هي الاداره وحق الانتفاع، اللي انا بعمل فيه الاوت سورسنج بلان، التعاقد مع شركات او تعاقد مع جزء اقتصادي خارجي، او بعمل تريبل بي، شراكه ما بين الانديه قطاع اهلي حكومي، فبعمل شراكه مع القطاع الخاص ان هو يجي ونعمل مع بعض في الاصول او شركات جديده، فبعمل تريبل بي، او بعمل حق انتفاع لفتره زمنيه
والحقيقه لما جينا بحثنا لقينا حق الانتفاع اللي موجود يعني مش مظبوط، مفيش تقدير حقيقي للقيمه علشان القطاع الخاص يجي ياخدها، لان الاجراءات مش مظبوطه، فبياخد اقل من القيمه الحقيقيه الارض، او ياخد الموضوع اقل من القيمه الحقيقيه، بيكون المنفعه رايحه للقطاع الخاص الحقيقي، ما بقولش المفروض يكون اكتر من الانديه اللي شغاله. طبعا عشان اعمل خصخصه في اساليب انا اشتغل بيها، فالاساليب يا متى بعمل بيع ونقل الملكيه للقطاع الخاص، وده بيع مباشر او بيع عن طريق المزاد او بيع عن طريق العطاءات اللي هي الاجراءات بتخص كل حكومه وكل بلد، او بعمل شراكات وانشاء شركات، وبشتغل في النص عقود اداره، عقود بيع، منح وامتيازات، عقود تاجير. وده بينقلني الى الجزء الاساسي او المهم اللي انا ركزت عليه، الاوتسورسنج بلان او الاوتسورس، ان انا ده اكتر الاساليب اللي الحكومه المفروض تشتغل عليها، لان الاوتسورس بجيب الشركات المتخصصه تدير جزء من اللي انا بمتلكه، وفي نفس الوقت ما بضحيش بالاصول بتاعتي، او بقنن عمليه المناقله بشكل ما ياثرش على الجزء السياسي او الجزء اللي موجود. في الحقيقه لما اجي اقول طيب هي الخصخصه فين من الاستثمار؟ الخصخصة ان انا بنقل الملكية، بنقل الملكية، هل الخصخصة في حد ذاتها هي الاستثمار؟ لا، الخصخصة في حد ذاتها انا عملت مبادئ علشان تساعدني ان انا اصولي اللي بمتلكها هقدرها بشكل محترف، هحقق منها عوائد عشان ابدأ عملية الاستثمار من خلالها. الملاعب اللي موجودة، الصالات اللي موجودة، العقود، اللاعبين المحترفين بالقيم الكبيرة اللي موجودة، ازاي ان انا العقود ديت، وازاي ان انا القيم اللي موجوده ان انا لو نقلتها لقطاع خاص يديرها تحقق لي عوامل استثماريه ماليه، ثم اخد الجزء المالي ده اعمله في دوره عمل وفي محافظ ثانيه، ابدا اعمل تنميه وتطوير لمشروعات هيتم ابتكارها من خلال الكيان اللي موجود، الكيان اللي موجود مجلس اداره نادي او الشركه اللي بتدير النادي. عشان كده الخصخصه هي توسيع الملكيه الخاصه ومنح القطاع الخاص دور متزايد علشان الاقتصاد الوطني للرياضة، ده الهدف من عملية الخصخصة. وطبعا الحكومة أو الحكومات بتستطيع منها إن هي ما تصرفش على الرياضة علشان بتقلل دعمها للرياضة، لأن المؤسسات بدأت هي اللي تدير من ذاتها أو تستثمر ذاتها. الإدارة الجيدة للموارد ديت بيؤدي إن أنا أروح للسبورت انفستمنت أو عملية الاستثمار الرياضي. عملية الاستثمار الرياضي أنا بشتغل على زيادة رأس مال النادي والموارد اللي موجودة عن طريق تشغيل الأموال، بحط سواء بقى بختار تعامل مع القطاع الخاص ريبل بي أو البي أو تي أو أي نموذج اقتصادي، وكل الموارد اللي جت من خلال الخصخصة أو النموذج ده ببدأ أشتغل عليها، ما بسكتش وأقول فلوس جايالي، إن أنا بحدد مصاريفي التشغيلية الأساسية علشان أطور الفرق وأطور الرياضة بتاعتي، والفايد بتاعها بشتغل على مشاريع الخاصة اللي اطور فيها في المجالات المختلفه اللي بنحددها. عشان كده بستغل العوائد في تمويل الانشطه الرياضيه الاخرى والوصول بها الى مستوى افضل من الناحيه التنافسيه لتحقيق البطولات وبالتالي مزيد من الاستثمارات. الخصخصه لما اجي اقول طب هي مفيده، مفيده في ايه؟ ولو مشاكلها، مشاكلها ايه؟ مفيده في ايه؟ لان في تجارب هنستعرضها على موضوع المناقله او عمليه النقل. فطبعا من خلال الخصخصه القطاع الخاص فيها بينقي افضل الكفاءات اللي هتشتغل الشغل ده عكس الوضع الكائن. التدخل الخارجي في المؤسسات بيقل لان بيكون في كونسبت ديزاين، بيكون في تحديد سياسات للعمل، توفير فرص عمل ووظائف جديده في مختلف المجالات، تنشيط قطاع الاعلام من خلال ترويج الانشطه بالنادي. طبعا بتوسع في بناء المنشات الرياضيه لتحقيق مزيد من الارباح، لكن لا اتوسع على حساب الحكومه، بتوسع على حساب المنشات اللي انا بدات اخصخصها. طبعا بيكون في توفير ضمانات حقوقيه للحقوق الماليه للمدربين واللاعبين، مشاكل الكبيره في التعاقدات مع اللاعبين، مشاكل الكبيره اللي بيكون فيها في النص الايجنت او الوكيل بيشتغل مع اللاعب على ان هو ما خدش الراتب بتاعه وبيبدا يشتكي الفيفا، فالمتضرر الوحيد بيكون النادي، الفائز الوحيد بيكون اللاعب. فهنا في الحقيقه بنعمل توازن من خلال عمليه الخصخصه، بيكون المصروفات مظبوطه، برشد الانفاق، بقدر اعرف البي ان ال بتاعتي، البروفيت اند لوس بتاعي، انا صرفت ايه وحجمه ايه بالظبط. هنقل لحته، طب ايه اللي بيتم؟ ايه اللي بيتم؟ اللي بيحصل؟ احنا كلنا كدول خليج رحنا لحاجه المصطلح بتاعي انا الشخصي سميته الخصخصه العكسيه. الخصخصه العكسيه
في دولنا عندنا المشكلة المالية، في دولنا عندنا الإدارة مايلة للهوية في بعض الدول أكثر من الاحتراف، لكن رأس المال الخليجي بشكل فردي أو بشكل شركات راح لأوروبا، فأصبح هو اتحط في الكيان المستثمر اللي راح لأوروبا، وأصبحت الدول الأوروبية والأندية حجم الزيادات اللي احنا حكينا فيها وقلنا ليه نركز على مانشستر، على أندية باريس سان جيرمان وعلى كمان مانشستر سيتي، فراحت أخذت أصول واشترت أندية في أوروبا، فأصبح رأس المال الخليجي هو المستثمر، وكمان الأندية والأصول الأوروبية هي اتحطت في أي وضع، اتحطت في أي وضع اللي بتخصص الأصول بتاعتها، صح ولا مش صح؟ تاني يعني لما أجي بعد السلايد ده هقول شوية، أوجه الاستثمار الخليجي في الرياضة الأوروبية راحت لشراء أندية وراحت لسبونسرشيب لرعاية وأخدوا اشترت حقوق. يعني الأندية اللي كان عندها تعثر زي باريس سان جيرمان كان داخل على إفلاس فترة من الفترات، وبدأ إن هو يعمل تسويق للحصص بتاعته أي حصص، وبدأ يعمل داون جريد لسعر الشير بتاعه لأن هو داخل على إفلاس فعلا. حصل إن في استثمار بشكل أو آخر خليجي راح اشترى 90% وبعدين اشترى 100%. فهنا في حكم الخصخصة وحكم الاستثمار أصبح المستثمر الخليجي هو فاهم رايح ليه، وهنقول برضو السبب إيه، لكن الخصخصة واللي قام بعملية الخصخصة الكلية هو الأندية الأوروبية، فاتحطت الميزان. عشان كده سميناها بالنسبة لينا احنا خصخصة عكسية، رحنا بالعكس خصخصنا ورحنا بالعكس اشترينا الأندية اللي موجودة اللي ما بيحققهاش المناخ في عندنا يعني بشكل كبير. عشان كده نجحت الاستثمارات الخليجية في الشركات، عملت شركات وعملت شركات، واستحواذ والحصول على الرعاية لعدد أكبر من الأندية الأوروبية من خلال تملكها والحصول على حقوق الرعاية، وهو يمثل الخصخصة العكسية من الدول بالخليج كمستثمر مع الأندية الأوروبية كأندية مخصخصة. طيب تعالوا نبص كده على ده ونركز في الأرقام بتاعته شوية. هنبص نلاقي النموذج والخصخصة العكسية، حجم الاستثمار الخليجي في الأندية العالمية حصل إيه؟ خصخصة عكسية. اللي حصل إن أنا في قطاع شراع الأندية بدأ المستثمر المصري الفايد في إن هو يدخل على الموضوع بعد ما باع الهارولز وبعض الاستثمارات، دخل في الاستثمار الرياضي، فاشترى في 1979 الفولهام الإنجليزي واشتراه ب 30 مليون جنيه استرليني، وعارف هو هيضخم راس المال ويعمل اكزيت ويربح ازاي، لكن اشتراه وعمل له راننج ثم عمل اكزيت بعد كده، بس اصبح النادي مخصخص بالكامل او اتباع بشكل كامل لقطاع خاص. في 2008 الشيخ سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان اشترى 90% من اسهم نادي مانشستر سيتي اللي هو حقق الترتيب اللي احنا ركزنا فيه، قلت لحضرتك شوف الترتيب بتاعه بقى عامل ازاي، ناتج عمليه الاداره وناتج عمليه الاستثمار، يعني نفس الفكر بشكل او اخر راح لجزئيه ثانيه او احد دول، لدرجه ان هو بدا المفهوم بتاع انديه يتطور الاستثمار في الرياضه، انديه العواصم سيتيز ملبورن سيتي، ان هو المفهوم نفسه بدا يحصل استثمار بشكل كبير لانه استثمار ناجح على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. فبالتالي بعد كده 2009 سليمان الفهيم اشترى نادي بورسموث الانجليزي بقيمه 60 مليون جنيه استرليني. 2011 مجموعه رويال الشيخ بطي بن سهيل المكتوم اشترى بقيمه 70 الى 90 مليون جنيه يورو ختافي الاسباني، وبعدين حصلت له حاجه كبيره ناتج استثمار غير مباشر في حاجه ثانيه بعد كده نحكيها. عبد الله بن ناصر الثاني من قطر اشترى نادي ملجأ الاسباني، وبعدين 2011 مؤسسه قطر للاستثمارات استحوذت على نادي باريس سان جيرمان، بدات ب 90% واشترته ككل، اصبح النادي ملكيه كامله لمؤسسه قطر للاستثمار الرياضي. بعدين المستثمر السعودي عبد الله بن مساعد اشترى 50% من اسهم نادي شيفيلد الانجليزي والرقم الموجود 50 مليون ريال. اذا شايفين الخصخصه بشكل عكسي، احنا عمالين دلوقتي نقول في مشكله في الموارد بتاعت الانديه ككل، والدعم المشكله ما بين ان الدعم الحكومي مهما كان هو اقل من المصروفات اللي بتزيد، ومعامل التضخم مختلف. عشان كده لما بدات بقول الانوفيشنز والتفكير والتفكير الذكي، ازاي انك انت تدور من المستقبل، احنا بنشوف الناس اشتغلت ازاي بس هي مختلفه عن مجتمعاتنا، فكل مجتمع ليه دراسه مختلفه عن التاني، لكن لازم نشوف تجاربنا ولازم نفكر ازاي هاو تو انفست وازاي ان احنا
نعمل ده، بس دي ارقام حقيقيه وده الوضع الحقيقي اللي موجود بره. طب الجهات الكتيره اللي اشتغلت على الجزء الاخر السبونسرشيب بصفه خاصه، طيران الامارات، ابو ظبي القبضه، مؤسسه قطر، الخطوط الجويه القطريه، دي راحت بشكل كبير واستثمرت لاهداف شركاتها، طورت راس مالها من خلال الاستثمار في مجال الرياضه والاستثمار في الانديه. طب هنبص كده حملات الرعايه والاعلان والسبونسرشيب قد ايه استفادت منها الشركات العالميه الكبيره بصفه خاصه شركات الطيران. هنبص نلاقي ان يعني 2001 و2006 في رعايه تشيلسي الانجليزي لمده 3 اعوام بقيمه 40 مليون دولار، رعايه الارسنال، والحقيقه الطفره الاولى في عالم التسويق الرياضي السبورتس ماركتنج وفي عالم الاستثمار كان الاميرس ستاديومز والنيمينج ستاديومز، ودي كانت اول طفره تتحقق على المستوى. وبعض الناس اخذت المحمل السلبي، ايه ده ازاي ادفع الارقام دي كلها وال150 مليون اورو وفي استاد؟ لا، ده هو حجم الارباح اللي اتحققت من الاستثمار ده على المدى الزمني لا تفوق اي استثمار في الدعايه او الترويج لشركه الاميرتس في شغلها. فبالتالي اصبح العجله السريعه للاستثمار بصفه عامه هي في الرياضه من خلال النماذج العمليه اللي موجوده. طبعا طيران الامارات بالانتشار على قمصان فرق النخبه الاوروبيه اخذ اكبر فرق، واصبحت الشركات بتتنافس ازاي ان هي تعمل مرشندايزنج، ازاي ان هي تحط الاسم بتاعها في اماكن متعدده. فالارسنال الانجليزي، ريال مدريد، ميلان الايطالي، باريس سان جيرمان، هامبورغ الالماني، اولمبياكوس، دي كلها طيران الامارات هو ان، وبدات الشركات المنافسه عشان تفكر بدات تتنافس في الرياضه برضو من خلال الخصخصه العكسيه. طيب ليه بنروح ونستثمر بره؟ ليه بنروح بنستثمر بره بالشكل ده؟ علشان احنا محتاجين نستثمر جوه، يعني والسوق بيفرض نفسه. فبالتالي الازمه الماليه العالميه اللي جت بعد الريسيشنز اللي حصل في العالم الاقتصادي كله، الناس راحت للرياضه والرياضه ما وقفتش. فبالتالي الرعاة الانديه الكبرى تسهيل مهمه المستثمرين الخليجيين في شراء هذه الانديه وحصص كبيره. فالانديه الاوروبيه لما تاثرت بدات تعمل هي ترويج للراس المال الخليجي وتبقى فاسيليتيت تسهل عمليه الشراء، وما حصلش وقوانين تسمح، فما حصلش ان هو لا مش يعني ما فيش جزء ان المستثمر الاجنبي هيروح يعمل ايه. الاستثمار الامن المضمون، استغلال ارتباط المشجعين حول العالم بالانديه الاوروبيه، لا تبحث الاستثمار الرياضي الخارجي عن العوائد الماليه او التجاريه فقط، بل تهدف ايضا الى ايجاد وضع مكانه خاصه تساعدها. يعني في جزء بوزيشننج ان هو يكون موجود في اوروبا وعنده امتلاك لحاجه العالم كلها بتبص عليها وبتركز فيها. طبعا لما بقول استثمار امن فهو تحقيق الانديه الاوروبيه الكبرى ارباح خياليه من خلال حقوق البث التلفزيوني وبيع تذاكر المباريات اكبر من اي ربح تاني سليم من خلال الرياضه. عوائد كره القدم لو نشوف في العالم، نخلي بالنا من الرقم دوت، 25 مليار دولار بوينت 1 كان في 2009، زاد ل 35 مليار دولار في 2013. حجم الزياده في الاستثمار في الرياضه ما بتحققوش ارقام تانيه في اماكن تانيه. فبالتالي ده كان عامل اساسي لما بتعمل اي دراسه فالويشن ستادي تقييميه للمستثمر والمحافظ اسمها استثمر فين، فكانت الارقام دي سبب اساسي ان بيكون في الخصخصه العكسيه او الشغل بتاعها. طب ايه العوائد من الاستثمار العكسي؟ ايه اللي حصل؟ ايه الفايده؟ حصل زياده اهتمام جماهير العالم بمنطقه الخليج، لان اصبح الاميرس ستاديوم موجود، السباير او الاستثمارات القطريه اللي موجوده الاسم، العالم كله بدا يبص وينقل استثماراته للمنطقه العربيه. تعزيز الصوره الايجابيه لدول الخليج تصبح مقصدا جاذبا لمشجعي هذه الفرق. ارتفاع ارباح الشركات الراعيه الفرق الاوروبيه. توفير فرص اقتصاديه اضافيه مثل فوز الشيخ عبد الله بن ناصر بعقد هايل جدا، وده 550 مليون دولار لتطوير مرسى يخوت، يعني هو راح طور حاجه ثانيه خالص. يعني عايز اقول لك اخرج من الجزء ده ان في 2012 اتعمل الليجاسي مانجمنت او اتعمل اداره الارث. في 2012 من ضمن الحمله اللي كانت موجوده للاولمبيكس ان هو طور الاستثمارات في قطاعات ثانيه غير الرياضه من خلال الترويج للاولمبياد 2012. فعمل 6.2 بليون استرليني مبيعات مش من الرياضه بس من خلال الترويج للاولمبياد. فعمل احواض سفن وميناء في الصين. عمل سكك حديديه في استراليا. عمل وفي جنوب امريكا. فباع حاجات ثانيه خالص حقق بيها من ضمن المقاصد بتاعته 6.2، مع انه هو عمل استثمار في الاولمبياد 2012
13 مليون استرليني، وقال في 4 سنين هجيب 20 مليون استرليني. ده بس ان هو هيعمل ايه من الاولمبيكس، لكن من غير الاولمبياد بقى حاجه ثانيه كدوله. فبالتالي هنا الاجزاء ديت هي حققت عوائد بالنسبه لي. طب ارتفاع ارباح الشركات الراعيه على الفرق الاوروبيه، زياده بنسبه مكاسب شركه الطيران الاماراتيه خلال عامين من الاستثمار بتاعه حقق 32% زياده على الارباح المبيعات بتاعته عشان هو استثمر في هذا المجال. في الحقيقه يعني اوديشيز ايديا انك انت عشان تستثمر في الرياضه وتدخل المجال ده بيتطلب حاجه اسمها افكار جريئه. افكار الجريئه جات على الخصخصه، في مؤيد وفي معارض، بس هتخصخص على اي شكل واي اداء. طيب السعوديه عملت دراسه واشتغلت عليها من 5 سنين، السعوديه عملت دراسه واشتغلت عليها من 5 سنين تقريبا يعني، وجابت شركات عالميه وبدات تحط سيكتور ان هو يشتغل على الخصخصه الرياضيه بالمفهوم اللي يرتبط معاه، بس راح للنقطه الجريئه، راح لنقطه احنا مش متخيلين ان في الوطن او في الخليج يبقى زي اوروبا ان هو يبيع النادي ككل. فاختار التجربه لخمس افضل انديه شعبيه وبدا يشتغل على ان هو يبيعها بيع كامل. لما هيبيعها بيع كامل دي تجربه جريئه ولا مش تجربه جريئه؟ مش كده ولا ايه؟ لان هو متوقع ان المجتمع يقول لا دي اصول دوله والهيئه العامه للشباب والرياضه ازاي هتبيع. فبالتالي طول الفتره أخذ منه عمليه التمهيد، مش بس ان هو هيطبق، ده الفتره الطويله دي مش دراسه، ممكن دراسه تتعمل في سنه وممكن تتطبق في السنه الثانيه، لكن طول الفتره هو طبيعه المناخ وطبيعه الملكيه بتحدد انك انت الفكر الجريء لو خدته من غير دراسه وتمهيد هتحصل ايه؟ العكس، يا تفشل يحصل انقلاب عليها، انقلاب فكري يعني. فبالتالي بدا يشتغل على ان هو خطه اعداد هيكله للقطاع الرياضي ككل، اطور القطاع الرياضي مش بس اخصخص الانديه، ودي حاجه مظبوطه. كمان لازم ان انا عشان اطور هعمل ايه؟ فحط خطه تطوير وتنميه. راح لحته كل الشركات وكل الناس بتعملها هي مراجعه تجارب الخصخصه العالميه. احنا على المستوى العربي بنخطأ في جزء معين شويه، ولما هاجي للجزء الاماراتي الاستاذ عارف هيشاركني فيه شويه. التجربه كانت مختلفه، بس لما بنيجي على المستوى العالم العربي لما بيروح يقول انا هعمل تجربه هعمل تجربه، طب استفاد ايه؟ انت تنقل تجارب وخلاص، سهل جدا ان احنا نجيب الناس ويقولوا ويعملوا برزنتيشن خلاص، ما تجربه، بس ازاي انك انت تعمل لها تكيف مع بلدك؟ هي دي المشكله الكبيره. فبالتالي اتراجع النماذج العالميه. طب اتراجعت فين وازاي؟ راحوا لتجربه الخصخصه في اوروبا اللي احنا حكينا منها شويتين، راحوا لتجربة الخصخصة اللاتينية علشان بعض الدول المتقدمة اللي موجودة، وبعدين وضعوا سياسة للخصخصة الملائمة على المستوى المملكة، وده تقريبا اللي بيحصل دلوقتي. ده أدى لاتخاذ قرار خصخصة الأندية بالمملكة. طب القرار ده راح لفين؟ راح على أن هو متابعة التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للقرار. أعباؤه إيه؟ المجتمع هيقبله إزاي؟ شحن الفكر للمجتمع، إيه الطريقة ان ما يحصلش يعني سمو الشيوخ او الامراء اللي موجودين هيكون رايهم ايه، ومدى العوائد على النادي نفسه ومدى العوائد على الدوله هتقلل اقتصادياتها في المصاريف ازاي. طبعا علشان يعمل اجراءات التنفيذ عمل تقنين، مش هينفع ان انا اعمل مناقله الا لما اعمل تغيير في القوانين، هتاخد وقت مش هتاخد وقت، لازم اغير الجزء التشريعي. وكمان عملوا صندوق قيمته 660 مليون دولار لصالح تطوير القطاع الرياضي، خصخص قيمه ماليه علشان يضمن الجانب الاجتماعي للانديه ما يحصلش فيها دروب، فعمل صندوق للمناله 660 مليون دولار، عمل تجربه الخصخصه تراجع حساب ده باختيار الانديه الجاهزه ذات القاعده الجماهيريه، الاولويه في امتلاك الانديه تكون مشروع خصخصه للانديه المستثمرين السعوديين، يعني البريورتي للمستثمر السعودي مش المستثمر الخارجي علشان الجانب الاجتماعي وعلشان ما يتوافق مع بلادنا يعني بشكل او اخر. طبعا تحويل الانديه الرياضيه التي تقر خصخصتها الى شركات بالتزامن مع بيعها، تحول النادي لشركه وبعدين يبيعها، ما بيبيعهاش على ان هي نادي مباشره، تمام؟ فبالتالي تقييم التجربه لتلافي سلبياتها وتعزيز ايجابياتها، بداوا كمان التجربه ايه ايجابياتها اللي على المجتمع وايه سلبياتها، هي لسه ما بداتش بس هم محضرين لعمليه البيع في الوقت الحالي. طيب الامارات،
الإمارات في الحقيقة اشتغلت الموضوع بذكاء شديد وبتدرج شديد جدا، وحطت كل النماذج اللي فاتت ديت، لأن هي اشتغلت باستراتيجية على ما دون الرياضة بنفس الطريقة. إزاي يكون دور القطاع الخاص موجود مع الاحتفاظ بالأصول؟ يعني طريقة الفكر والاستراتيجي هنا كانت مختلفة شوية. ففي الرياضة عملت المجالس الرياضية المتخصصة، يعني في النص ما بين الهيئة العامة الحكومية أصبحت المجالس اللي بتمثل الهيئة العامة وتمثل الدولة للإمارة بتاعتها، لكن بتدير بفكر غير تقليدي وبفكر بتجمع ما بين الحفاظ على الجزء الحكومي لكن بفكر قطاع خاص، واشتغلت على التطوير لكرة القدم والأندية وركزت فيه بالفكر القطاع الخاص حتى لو هي بتمثل الجزء الحكومي. فبالتالي عملت منظومة احترافية لكرة القدم، ريجوليشنز عالية جدا لكرة القدم، وعملت التجارب، جابت الناس اشتغلوا على تطوير المنظومة. عملت في الأول لكرة القدم رابطة، ثم حولت إلى الرابطة إلى لجنة داخل الاتحاد، وبعدين الهدف كان تطوير الأندية. بدأت تشتغل على الجوفرنس أو الحوكمة ووضع السياسات إزاي تتطور الأندية من خلال الشركات المملوكة الأندية. يعني عملت إن الأندية بتمتلك الشركات، الأندية بتمتلك شركات، ما عملتش الخصخصة بشكلها الكامل. فبالتالي الشركات اللي موجودة، إحنا بنتكلم على أبوظبي، فأبوظبي فيها الخمس أندية الكبيرة. هي اتعمل نموذج، يمكن نموذج كان بدأ بشركتين وبعدين دلوقتي يمكن ثلاث شركات اللي كنت بتناقش فيها مع حضرتك امبارح. فالشركتين يمكن أنا كان ليا حظ أعمل أكون موجود كمدير لنادي بنياس واشتغل على عملية استراتيجية المناقلة أو النقل، إزاي بنقل لشركة والأصول بتاعت مين، والتعاقد إن أنا أعمل تدرج الأصول، حتى عقد اللاعب ده أصول هو ملك النادي ولا ملك الشركة، شركة كرة القدم. فبدأنا إن هو يكون في شركة بنياس لكرة القدم، وزراعة استثمارية بتستثمر بصفة عامة في الأصول وبتستثمر في المحافظ الاستثمارية التطويرية لكل ممتلكات النادي علشان تساعد كل النادي كنادي اللي بيدير كل الموضوع اللي بيمتلك ثلاث شركات. طبعا الألعاب يمكن أقلها شوية حظا، لأن بيع واستثمار الألعاب الهندبول في الرعاية وفي الأنشطة مش هتكون بنفس الحجم إن أنا بشتغل فيه على الاستثمار أو بشتغل فيه لكرة القدم عقود كرة القدم. كرة القدم فيها جانبين، الجانب إن أنا بقدر أبيع فيها كويس جدا بصفة خاصة أنشطة تسويقية، لكن مصروفاتها بتزيد بشكل غير إرادي. اللاعب ما عنديش كنترول على حسب العرض والطلب وعلى حسب الدوري إن أنا عقوده بقت رايحة فين. فبالتالي ده النموذج اللي اتعمل في الإمارات. طيب لما أجي أقول الكويت، يبقى أنا عندي نموذجين اشتغلنا عليهم. النموذج السعودي قال أنا هعمل مناقلة كلية، أخذ دراسة وجاب شركات اشتغل على خمس سنين، قال أنا هعمل نظام معين للمناقلة ديت بعدد السنوات أو بالقطاع الأندية. الإمارات اشتغلت بدري شوية وقالت أنا هعمل أوت سورس أكتر من أنا هعمل نقل الملكية، وعملنا أو اتعمل حصل بالفعل المجالس الرياضية المتخصصة، وبعدين حددت قوائم تشتغل عليها الأندية للشركات، وحددت اللائحة الأساسية اللي تشتغل عليها الأندية عشان تكون الشركة، وبعد كده ثابت الفكر اللي فيه انوفيشن أو ابتكار لكل النادي، لكن عملت نظام دقيق جدا للتدقيق والمتابعة لاستراتيجيات الأندية وإزاي تعمل أوديتنج بلان عليه بشكل عشان تضمن أنه هو ماشي في التراك المحدد. التجربة في الكويت لسه محك الدراسة والنظر. في المشاكل ضغطت لأن المصروفات الأندية أكتر بكتير من إيراداتها، والإيراد هو مجسد في الدعم الحكومي، فأيًا كان الوضع وأيًا كان الحجم الدعم الحكومي برضو أقل من المصروفات. كمان الأوبريشن نفسه في النص والمانجمنت للأندية هي مش ماشية في الطريق المظبوط. هي عندها الكورة ده بتاخد الشكل اللي احنا اتفقنا عليه، لكن حتى الأراضي والأصول اللي موجودة استثمارها وعوائدها مفيش فيه الجزء اللي فيه governance أو فيه الحوكمة والشفافية اللي يضمن إن الأصول ديت راحت بالرقم المفروض يكون عليه. فبالتالي في حاجة إن أنا أقنن الموضوع، في حاجة إن احنا نقنن الموضوع. حتى لو هيتعمل دراسات عليها، الدراسات هتكون موجودة، بس إزاي أطبقها بشكل يضمن ان المجتمع يتقبلها ويضمن ان تجيب لي العائد بتاعها. علشان كده الشكل العام للمنظومه الرياضيه فيها هيئه عامه لشباب والرياضه، في دعم انديه ومؤسسات، والميزانيه طبعا بتيجي للانديه والمؤسسات الرياضيه من خلال الميزانيه العامه للدوله.
طبعا بتعمل من خلال الدعم المالي في برنامج واهداف المقدمه من الانشطه بتاعه الانديه. الوضع الحالي فيه عجز في اداء وخطط الانديه حتى البرفورمانس بتاعها. الدعم اللي موجود مفيش ربط ومعيار مع النتائج. يعني مفيش، انت لما هتطلع غير الحد الادنى بتاعتك للنتائج هزود لك الدعم قد ايه، وكمان حتى الدعم انت بتاخده خلاص. فالوضع الراهن محتاج ان هو ازاي يقنن وازاي يدرس. عشان كده الرؤية المناسبة لخصخصة او ادارة او دخول القطاع الخاص في الكويت هتبقى مختلفة شوية. فانا الهدف بتاعي ان انا اعمل تطوير وسمو الرياضة بدولة الكويت وقدراتها التنافسية والخدمية. السيرفيسز بتاعتها لازم تعلى للمجتمع عشان يتقبلها، وكمان ان انا التنافس بتاعي مش ده القدر المفروض انا اكون فيه رانكينج على المستوى العالمي او المستوى الاسيوي. وده هيحقق لي او هيروح ان انا عندي مجموعه من الاهداف عشان انظم اقتصاديات اداره الانديه. فبالتالي لازم يكون عندي طلاقه الانديه الرياضيه بدوله الكويت للعمل والاستثمار لزياده مواردها، اسيب لها حريه، زياده مستوى الاداء الاحترافي للانديه ومجال ادارتها، لازم يبقى في اداره احترافيه اكتر من الوضع الحالي، تحويل الانديه الى شركات بتدرج زمني مناسب والسماح للانديه بتكون شركات. انا اذا كنت هعمل مناقله للانديه وابيعها لازم اخد تدرج كبير يمكن اكتر من الدول اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، وكمان لازم يبقى الانديه الاول اسمح لها بتكوين شركات. لازم ادرس الدعم المدروس بما يتناسب والفترات الزمنيه لتحقيق الاكتفاء. انا الدعم اللي مطلوب ايه؟ يعني في ابو ظبي في البدايه خالص في بدايه التجربه اتحطت استراتيجيه ربطت الانديه باستراتيجيه مجلس ابو ظبي الرياضي، وربطت مجلس ابو ظبي الرياضي باستراتيجيه الدوله. فبالتالي النادي بيشتغل مرتبط ريليتنج للاستراتيجيه العامه. وحددت الاربع سنين كل نادي بيعمل الخطه مرتبطه بالمانيوال العام اللي حطاه مجلس ابو ظبي، وبالتالي حددت اسلوب الدعم في الفترات ديت ان هي هوصل بيك لغايه السنه اكس، سنه اكس هتاخد زيرو دعم المفروض وبنقيم التجربه. فبالتالي لما بقول دراسه الدعم المدروس بما تناسب والفترات الزمنيه لتحقيق الاكتفاء، انت الدعم ده هديك كنادي بعد الدراسه بتاعتي، وهسمح لك عمليه التدرج علشان انت لازم على الاقل تعمل اكتفاء اللي هو الحد الادنى. طبعا لازم يبقى في قواعد احطها للخصخصه، ما سيبش الموضوع، لازم اقننه وادرسه واحطه، واعمل عمليه التشريعات او القوانين اللي تحدد لي الموضوع دوت علشان اعمل تحويل العلاقه بين الهيئات الحكوميه الداعمه والانديه الى علاقه احترافيه، وده المفروض يكون اللي هو في ماينورتي دلوقتي علشان احقق تلك الاهداف. طبعا ده الموجز بتاعه ان انا وضع عليه الشركه لشكل الشركات وتكوينها، ازاي الشكل بتاعها، وازاي ان انا اكون الشركات علشان اعمل عمليه الخصخصه واخليها بشكل مدروس. طيب اليات التحول ديت الانديه الرياضيه والهيئه العامه للشباب والرياضه، الكلام اللي احنا قلناه، الارقام اللي احنا قلناها، عمليه التحويل وعمليه فوائد الخصخصه، اذا خطوه سبقت خطوه هيبقى في مشكله، واذا الخطوه اتاخرت برضو في مشكله، فلازم عمليه الادجستبل هنا تكون مظبوطه. عشان كده بقول وضع نظام حوكمه، لازم اعمل الكوربريت جوفرنس او نظام الشفافيه ونظام السياسات ونظام الاجراءات دقيق جدا، واسيب الانديه تشتغل من خلاله، بس اكون درسه وحاطه. فعشان كده وضع نظام حوكمه اتفق والمرحله الانتقاليه لتطوير الاداء في الوضع الحالي بمراجعه قوانين واستثمارات داعمه للانديه والاتحادات الرياضيه. وضع معايير ربط النتائج بالدعم وتطوير النتائج، هتجيب نتائج هتزيد الدعم، هتجيب نتائج هتزيد الدعم. وصلك الحد الادنى اللي هي تعيش بيه كسيرفيس اذا ما جبتش نتائج. وضع نظام رقابي اوديتنج سيستم، سواء اوت سورسنج شركات هي نحددها بشكل حكومي، دي الشركات اللي انت تشتغل عليها هي اللي هتدقق وهتجيب لنا النتائج ونتابعه. تطبيق برنامج الشركات والخصخصه علشان اعمل ده. طبعا علشان اخصخص انديه كره القدم ونموذج تكوين الشركات لازم اشتغل على مجموعه من المراحل. عشان اخصخص واعمل الشركات بتاعتي لازم امشي على تحديد راس المال وعدد الاسهم وقيمه كل منها. النادي عشان يتخصخص بحدد الانديه كاتيجوريز، طبقات، تصنيفات، انديه شعبيه، انديه متخصصه وهكذا، واحدد احتياج راس المال للنادي ايه، واحتياج راس المال لتكوين الشركه ايه، وبعدين اشوف ثمن السهم اعمله فالويشن سيستم، اعمله تقييم، وبعدين عدد الاسهم اللي هبيعها النادي ما يقلش عن ايه علشان يفضل ليه الكيان، والقطاعات الاخرى تبدا تبيع السهم ازاي، الحد الاقصى والحد الادنى ليه. بعمل مراحل التاسيس والاشهار، ادي فتره زمنيه عشان اسس الشركه لكل نادي اشتغل عليه.
بعمل مرحله زياده راس مال الشركه، كمان ازاي ان انا ازود راس المال اللي موجود للشركات. بعمل عرض في جمعيه عموميه عشان الانديه، لازم الجمعيه العموميه بمهد وبدرس ولازم توافق على اللي احنا بنعمله بحكم القوانين المؤديه. طبعا لازم اكون محدد الحد الادنى والاقصى لمساهمه الفرد او للصفه الاعتباريه او الوحده بعدد الاسهم. يعني ما سيبش الموضوع كده، لو هقول النادي لا يقل عن 60% من عدد الاسهم و40% هبيعها، طب ابيعها لبديل لهيئه الشرف ولا ببيعها للناس اللي عندها لويال ولا ببيعها على المطلق للشركات؟ دي بتكون سياسه المدروسه او الدراسه هي اللي بتقول هبيعها لمين. يمكن اخلي 51% بس للانديه، يبقى الدراسه هي اللي تقول انا هبيع قد ايه من الاسهم بتاعتي. في الحقيقه لو باخد نموذج علشان اعمل له تفريغ شويه لاداره الشركه او لنموذج البيع الجدول ده، بيوضح نموذج التكوين راس مال الشركه. فبقول هنا المؤسس او المساهم هيكون النادي، لو افترضنا 60%، 60% دي ممكن تزيد ممكن تقل على حسب الدراسه، وهبيع الشير بتاع الاسهم 40% عشان اوصل. اذا بحدد الاسهم وبيعها. طيب علشان ابدا فتره التاسيس الاولى والنادي لسه لما يشوف اصوله وعشان مش هيقدر يشارك بشكل كبير، فقلنا بعد فتره بيبدا ب 10% عشان مرحله التاسيس، وبعدين بعد 3 شهور بديله فرصه ثانيه يديله 15%، وبعدين 75% عشان اكمل راس المال. وده ممكن يتغير وممكن يبقى هو ده التمبلت او النموذج اللي ممكن اعمله علشان اعمل الشركه او النموذج ليها. طيب ده نموذج لهيكل تنظيم الشركه في الرياضه، نموذج لهيكل تنظيمي ان هو يقدر احط النموذج دوت كتمبلت كنموذج يزيد او يقل على حسب تصنيف النادي، على حسب راس ماله، على حسب الاهداف بتاعته. لكن الفريم بتاعه لو انا بقول في مجلس اداره، في اكزيكتيف مانجر او المدير التنفيذي، في اللجان المتخصصة اللي بشكلها من الخبراء أو الأعضاء المجلس الحاليين، في أكاديميات للألعاب الرياضية، وفي المساعد، وبعد كده الإدارات اللي بيشتغل بيها الشركة بشكل محترف، إدارات كلها محترفة، إدارة النشاط الرياضي فيها إدارة احتراف، إدارة الفرق الرياضية الأول وهو الأخر، التسويق والمبيعات، العلاقات العامة والإعلام لأنه ده اتزان، الشؤون القانونية والعقود، التشغيل والصيانة الأوبريشن، الفاينانس والإدارة المالية الأكاونتينج، إدارة الخدمات المساندة، الموارد البشرية ونظم المعلومات والمواصلات والمشتريات، إدارة التطوير. يعني إحنا في الرياضة ما بنحتاجش قوي التطوير والبحوث، لكن بنحتاج إدارة التطوير، تغطية أعمال البحث والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار وإدارة الأصول وهكذا دايما بيكون فيها. طبعا بعض الأعمال اللي ممكن استعنا بها الجهاز الخبرات من جهات خارجية، أنا بعض الحاجات إن أنا أجيب شركات تشتغل بعمل أوت سورس، مش شرط يكون عندي الهيكل التنظيمي كامل على البي رول بتاعي. يعني بيرجع من نادي لنادي، بيرجع على حسب الوضع، هل استغنى عن بعض الادارات ما عينهاش على البي رول بتاعي واعمل اوت سورسنج تعاقد مع شركه، ولا اعين الاستافنج بتاعي واعمل الهيكل التنظيمي؟ دي بيرجع لدراسه نوع الشركه نفسها. عشان كده رؤيه احتمالات التطبيق علشان اخصخص في الكويت، والرؤيه بتاعتي ايه عشان افكر، والله لازم اعمل تطوير ادائي الحالي، الوضع الحالي لازم احط له طريقه تطوير ما يبقاش بنفس الشكل، ومراقبه الاداء وربط الدعم بالنتائج وتغريب اساليب ومسؤوليه المنح. مش كل حاجه مبنيه على ان انا من الحكومه وبمنح، لازم يبقى عندي معايير للمنح، وكل نادي شغال على المعايير ديت، اذا ما كانش مطابق بيها مش هدي لك فلوس لانك انت خلاص احنا حددنا الوضع بتاعك. وبعمل انشاء شركات استثماريه بالانديه بسيبها، وبعمل انتقال تدريجي من الانديه الى شركات مع دمج الاداء مع القطاع الخاص وعقود الاداره، بعمل دمج بين الاوت سورس زي النظام الاماراتي والنظام السعودي، بدمج الاثنين مع بعض، تحويل كامل لخصخصه الانديه، وده على فتره بعيده. يعني لو بدات على طول في اول مرحله ان انا ابيع كل الانديه هيبقى في مشكله. فبالتالي بعد ما اتاكد من الثلاث مراحل دول اروح للمرحله الرابعه، ان ممكن انقل لان المجتمع حصل له خلاص، حصل عمليه تكيف، حصل ان هو شاف ان القطاع الخاص بيدير بشكل اكبر، القطاع المحترف، القطاع المتفرغ، فالموضوع بقى مختلف تماما. وشكرا على حسن الاستماع. اداره الندوه لو في اي سؤال او يعني شوف بقى حضرتك لو في اسئله معينه احنا جاهزين ليها. شكرا. 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 آه
شكرا دكتور اشرف، ما شاء الله عليه محاضره مثريه جدا، الله يعطيك الف عافيه. حاليا استراحه بس ربع ساعه علشان بعدها ان شاء الله راح يكون الدكتور كابتن جابرييل كالديرون ان شاء الله راح يكون موجود ان شاء الله.